جبت هواس راسي. اوه طب خسر هدف. راه في حتى اللوح. هاي راك مخطر معايا خطره جايه تقول لي كيما هكا قدام الناس نخطك سمعه. يا انت ضربني نتايا خير زعق معاك ما تنرفاش. هاي تعقل عرسي في لافاج ديال الراس. اه ما تزوجتش. الا هكا باسكو هذيك ديتها وانت كاع كنت تزوج ما نعرضكش عرسي. سي نورمال ما تعرضنيش انا نحشم انا نبهدل على موسخ. ماشي موسخ موسخ هذه حاجه باينه تكون زدت لها كلوش شعر. الا باينه عليا. ها شوف شعرك ها شعرك وعينيك ها نيفك شوف ها منخرك باين بدك تكون زدت لها. تعرفوا محتار لي موطاسيون واه اللي بيع كاشير. الا يبيع زطلة. ها راه يبيع زطلة؟ اه ماله شوف نباتك عنده نعطيك 100,000 جيب لي كمية. احشم على روحك شب انا صغير تروح تشيني انا تزوجت وطلقت. جيب لي طرف تاع 50 ودي 50 ليك. اهدر هاكا الاولى قول لي بلي عندي مشاكل ماشي لك زطلة شابة. شو سمي؟ هاي ندي 50؟ اديها بيان سور. وندي شوية زطلة؟ طلع ولا ما طلعش؟ صايف. يا خسرا لك يا الدنيا فيك حكاية وحكايات ساميني. لا راه عنده صحبوندي. أنا موسخ أنا فايح أنا فايح أنا خانز. هذا النخلة علاه تجيبوا لي فيها أنا؟ علاه تجيبوها لي في السطح؟ أنا حاس روحي في لوطوروت أنايا. ما تجيش تدور النخلة تاعكم ولا كيفاه؟ ها؟ جابها السي فلان خلاها وراح. أنا ماشي عاجبتني النخلة هذه، ماشي عاجبتني. على كل حال سمهونا الجمهور الكريم صح فطركم وصح رمضانكم نرحب بكم في السطح جورنال القسطو. ايها المتقشفون ايها الشعب نقول لكم اللي جابوا السيزيان نقول لهم مبروك عليهم بروفيتي وراه جاي الصيف دوك الزواوله يريحوا في الدار ياكلوا الكوفريط واللي عندهم الدراهم يروحوا يحبسوا بهم باليهم. على كل حال نعاود نرحب بكم السلام عليكم. سلام. السلام عليكم السي الحداد اسمح لي نقدم لك احتراماتي انت رمز من رموز الامه سمحوا لي ما نقدرش ما نسلمش على السي الحداد. ويحيى ويحيى علاه تجيني للسطح المستاج كل خطره تصدم لي انت ولا كيفاه؟ شوف السي بحليطو جيت باش نعطي لكم هذه الشجره هذا الغصن تاع الزيتون اللي هو من زمان مصينيسا هو رمز السلم والتصالح والاخوه ونغرسوه مع النخله باش يكبر معاها ويولي كبير. غير خليها غير بركا لا السطح هذا رجعتو ليه جنان نهار قالوا الاخر طاب الجنان حبيت واحد جاب لي الزيتون واحد جاب لي النخل خليها عندك غير بركا لا. علاش علاش ديروا لي هكذا وين روحي اللي طردوني بصح نولي حميدوش البومباردي راه ولا باش يغرس الزيتون. بركا ما تخرط ويحيى بركا شوف البلاد هذه واعره على بالك شوف كاين ثلاثي الامجاد كاين ثلاثي بلا حدود نحيوهم اللي كانوا يضحكونا وكاين ثلاثي واعر يا محينك عسس السطح خبول السطح والقندوز تاعهم سانشو هادو الا كان رضاو عليك راح يسمحوا لك تكون رئيس في الانتخابات المسبقه. ما فيش انتخابات مسبقه ولا على هذا الكلام انا نروح نغرس الزيتونه تاعي مع النخله نغرسها زيتونه كبر كيما النخله وما تعطيناش الزيتون نسحقوا التمر نحبوا التمر يا زيتونه. رياح ويحيى رياح بركه ما تشيت رياح سما ما كاش انتخابات مسبقه. لا ما كاش انتخابات مسبقه وما فيش حل البرلمان. ولو كان ثلاثي الخطير يقول بلي راح تكون انتخابات مسبقه انت واش تقول؟ تكون انتخابات مسبقه بوركوا با. وانت تقدر تترشح للرئاسيات يعني؟ لا يا صاحبي انا عبد ضعيف نحب الياورت وفي حياتي جامي نترشح ومول السطح الله يطول في عمره في قيد الحياة. ولو كان يقول لك مثلا يقولوا لك أي ترشح سيدي ترشح بطبيعة الحال. تهيل على بالك سيبوا واش يقولوا لك دير شوف سي ويحيى نقول لك حاجة أنت يعني معروف عليك بالإنسان خدام وتحب تخدم الله يبارك وكان بزاف يشاهدوا لك بذلك وكان خطرة مول السطح قالوا بلي زعف عليك وقال لك واش حبيت تخلف لي وأنا في الحياة ولا كيف هذيك انا منها شيخ يعني انا شكيت يقدروا يقولوا عندك امكانيات باش تكون رئيس مثلا ترشح واش فيها الشيخه؟ انا الشيخ انا خواف ناكل ياورت ونبقى في بلاصتي شوي زان كومي دو ليتا انا رجل مهمات صعبه والقذره جو سوي فيير دو ليتا. وي سي فري انت حليت عينك في الرئاسه على كل حال سي بور سا مش عارف الا توافقني في الراي يقول لك في السياسه تاعنا لازم تعوم وتعس حوايجك انا منها. لا الشيخ تعس بحوايجك. شوف ويحيى البلعاطي كما يسميك البعض يعني ما كاينش رجل في السياسه هكذا في الجزائر يخرج صدره ويقول انا نترشح للرئاسيات ما كاش ما كاش
واحد ما يهضر واحد ما يقول. انا ما نقولش، انا ما نقولش. ولو كان يقول لك قول نقول، ويقول لك ما تقولش ما نقولش. ولو كان يقول لك ارمي روحك في البحر، انا ارمي روحي في البحر ونبكي على الزهر. انت هايل تاع بالك. شكون اللي عطى هذه الشجره هنا؟ سعيداني، سعيداني هاوليك بيع هذا ويحيى جابها هنايا. عرفت غشيك وراه. اسمح لي سي سعيداني، حطيت الزيتونه تتفاصو. سي سعيداني احنا ولاد كاع النخله، احنا ما رانا محتاجين حتى واحد، فهمت؟ معليش نجي معاك سي سعيداني. تجي معايا ولكن انا نكون في القاطره الاماميه وانت تكون مرايا. تفضل تفضل، ديروا تشين تشين ماشينا. هيا هيا تفضل. انا الاول. روح. تشيو تشيو ماشينا طالع المراديه، تشيو تشيو ماشينا طالع المراديه. سعيداني شو شو شو، هو يبان سابقك، هو الاول. حبس تبعني. تشيو تشيو ماشينا طالع المراديه. هاو كيف كيف سعيداني، هاو بان هو الاول. تشيو تشيو ماشينا طالع المراديه. هو مازال الاول. خرج عليا خرج عليا خرج عليا. خلينا مالك باندي دراهم ما نزلمش. لا 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 ماشي دراهم. شوف اني هضرنا مع فيمينا وهي قابله باش توليو كيف كيف. هي قابله على حنا اللي قابل. الله يقلع عليها، ماما يطلع على داري. ما تخرجش يا سيدي، ما نقعد وحدي. كملت؟ واه. كيفاش قاعد تقعد وحدك؟ هذا رايك راهي ضر. درك حنا ما عندناش حكم عليك. اه ولفت وحدك. هذه خليني خدودي، خليني خدودي تحمري لي فيهم. ها بحريطو، ها بحريطو عازم. هاك اش ما خاصه اختي بغيت نعيش عازم، نعيش عازم ندير موسيقى ونرقص ونتفرج تلفزيون. باندي نقعد مقابلتك انت ولا ماتلي نبقى نطيب انا طول، علاه زوجناك؟ اسمع عندها الحق، والله غير عندها الحق. تخليها تخدم وتسكن عندها كيما راهي حابه هي، تسكن عندها. بيدلوني. انت دخلي دخلي بس بعد دخلي. هيا كاع العام هي تمقرن. اسكت. اخبار الخارج ولا عروسه؟ لا فهمينا هضري. شوف بحليتو درك نخدم خدمتي ومن بعديك نهضروا على لي زافير بيرسونيل. أي صح أبدأي. في الأخبار الدولية معكم فيمينا. البنتاغون يصرح باحتمال موت الإرهابي الخطير بن مختار المدعو باللعور في الضربة الأمريكية على الأراضي الليبية. كملتي. هذا باللعور هذا هبلدق، واحد يقول لك مات هنا، واحد يقول لك شافوه له هبلنا هذا. أي صح هيا هيا هيا. لا هي أنا في باللعور، هي في راجلك. قاعد هكا مسكين. هيا هيا ساعة معاو انا تهني في قلبي. شو اللي غنوا لي؟ غنوا لك سيدي. هيا هيا روح روح. هيا هلا هلا وهلا هلا وهلا هلا. هيا خلاص هيا صح. حبس حبس حبس. هيا هيا ما حالو نحي تربيقتك قبل ما تدخل اني دايره الميناج. شو هذه تربيقتك زعمك شو ولا؟ شغلتك؟ ايه تي بغيت تدليني؟ راك بغيت تقولي شقاتي مسخه؟ ما ها نعفس، ها ها نعفس، ها ها زيد نعفس. انا قاعده نقول ثاني مسحه. دلو فيا ما نتزوجش. ما تقليني واه ما نتزوجش. روح بك بحوايجك مالها. شو بغيت توصلوا لي؟ تي تاع الزواج؟ تي تقعدي هكا والله ما كيتزوجها وهذه ها. انا قلت لك لا دار لا ميمون. هلا تدخلي روحك يا حد على على وعبد القفار. انا اش علي انزل انا في ليبيا مالا راه راه واحد السخانات تبع على الكاري امي. هذا الجو الساخن البارد في طربيا في ارض ليبيا المضيفه معنا بالاحوال اللي جاي احتفل بمناسبه موت بالعوار الارهابي الخطير. كل شيء مبروك بالاحوال. الله يبارك فيكم الله يبارك فيكم. الحمد لله يا ربي. مات هذاك بالعور تهنينا منه، هذاك بالعور الكلب هذاك تهنينا منه، واليوم الحمد لله راني رجعت امير المنطقه الصناعيه. يعني اللي قالته الامريكان صح يعني ما كذبوش. الامريكان ما كذبش، قال لك مات مات اش بيك هذا. اللي ما تودي تحياتك في هذه المناسبه. ودي تحياتي الى شيخنا البغدادي وناس داعش واحد واحد اللي مات مات واللي حي طفرت فيه. يا حبيب لا يعني بهذه المناسبة سعيدة غنينا أغنية إرهابية كذا تغنيوها في العرس تاعك. قول معايا قول معايا. لا إله إلا الله محمد رسول الله. سيدي تاع الجنازة تمشي تاع العرس وحدة فرد شطاح شطاح. اسمع هذه اسمع هذه. وليت أميرة وأنا مجني صغيرة بنت الباطيمة بنت الباطيمة. ماشي نحيي يا اللي قلتو ماشي وماشي نحيي
اللي كنتو ماتو وما جنا حيين اللي كنتو ماتو. شوف الشيخ شوف الشيخ والله الامريكان هذا خرج كلب كبير قالنا باللي مات. ايوا خلي الامريكان واوباما في بلاصتو انت كلشي العجاوه انت خلقتها المولاش الكريم هذا خلق العجاوه علاش المجامة علاش بنت الجغدود باسكو ما بغاتهاش قالت لها عوار تبغيني انا بنت الجغدود كشني يا سيدي كشني وجهها ما قلت لك الشيخ كشني يا سيدي والله انا قلت لك اي وقتلت من اللي بقى ما كيفاش وليت الدار انايا دركا انا نهنيك منه ومن ام البشريه وهني بنت الجغدود منه شاركي غادي نقيم فيه بين العينين منه شيخ شاحا جاكور يا جرمات قتلنا الكلب تاع صالح صالح راه هنا سيدي هيا نعطوها خيمه يجيها بو على سواد سعدي بو روحي نحي هذيك لا غون بلونش وحبسي ما تبكي على راسك على غير هو راجل في هاد الدنيا لا 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 اسمع انت وي جاتك ربي على بالك وشنو ثاني الفطور تاع اليوم راح طيبو انت هيا جدي من جناب كاس كيس باس سيت راه غراب سي لا كيس انا نوكلي سمع جدي قتل لي قتل قاعد شراب دي واحد في الفاميليا حط يدو هاد ما برك في الشربه قتلو قاعد يدو في الفاميليا انا جامي انا ما عندي ما ندير لك عندي شغل قلت لك ما تفهمش واش مشغول عندك واش مشغول راني رايحه عند وحده حبيبتي تقريني فرنسي واصلها يمنيه يا ربي يمنيه تقريك فرنسي لو كان يسمع فرنسي وانا صرا كيما حد في التلمير واحد اليمن ما يهضروش فرنسي روحي خلي الجبوتي خير صح راه خليني نخدم تعيينيش معليش اي اي راه راه مساء الخير عليكم معكم كبسوله في سبور اليوم رانا صايمين ثلاث ايام روحوا غير بلا قلبك حنا شي اللي تيزي وزو كاع خرجت على جالو مام هو راه ويلم في المعارضين تاوعو وراح يدير هجوم كبير كيفاش يقولوا زعما بالفرنسا معارضين ميديكامون فوالا تبيديك نطلب غير في القفه نهايه في الدقيقه ما شربتي شي خدام اسي اسمح لي نسيت ما تفهمش الخباله قلت لك حنا شي راهو يوجد في خطه ما رانيش ما راهوش يعجبها ويتمتي معاك ذب بصم الجمهور الكريم مباشرة من السير تاع برومي نوفمبر بيتيس وزو مع أن الرئيس الغير مخلوع أم مخلوع قبل إنه ما شريف حناش ما شريف حناش واش هي الخطة اللي راك توجد فيها ضد المعارضة القوية؟ ياك ما استراتيجينا هما حاربونا دفوا حنا نحاربهم من الله غير فهم؟ إيش الحق؟ إيش الحق حنا شيا؟ بوفوار أساسان يا الدولة يا الحقارة طيب ما شريف يعني انت خرجوا لك اكثر من 5000 عبد دفوا يعني وانت ما حبيتش تبوجي ما تستعرفش بهم ولا كيفاه اش خرجوا خرجوا ربعه تاع القطوط ولا تاع الجنينه واش نديروا لهم انا كاين كونسيل دادمينستراسيون كاين مجلس تاديب واحد ما زعزع حنا شي ولا واش قالوا ايش الحق بوفوار اساسا ويا سقيتي تواصي تعرف هذا رزقي هلا في وجهه يبان رزقي شو اسم رزقي شو اسم سايت احنا شيا السؤال الثالث يقول لي كرون جوار كيما فرقاني كيما عبود مند خرجوا لك كاع كونتا يعني كاع هادو ما عندهمش الحق انت عندك الحق عبود صراق مند كذاب تشوف بالو راح يجيب البالو على روحه ولا عندكم هضره هم لي فان تاع المشجعين تاع هضروا معاهم تو سامبلومون ايش الحق احنا شيا ايش الحق يا دولة يا الحق طاح بساعة مخرى عارس شو حنا شي عندك البوفوار سلام إلا صوت إن لي رجل مانيا أوفرت واجه بيان سور حنا شي إيه أيغار أيغار حنا شي سي تنطراطر ماهيش مو فوت لاجيسكا ما مو بروبليم سي ليتا سي الكوفرنيمون وراني توجور تورتيريها مانيبيليها إي فو إي فو لي جورناليست بوركو نو نوبليها شاك فوا أيغار يا دولة يا الحقارة نقطع لي فين نقطع راسيا يا دياي يا دولة يا الحقارة خرج من الحمام ودايره صابون خرجها كادر لبس لها الطالون الحاج راك صغير قاعد تزعلق تا والغراوين بالشامبو اوه هذا من جام الجاهليه هي اللي جام الكحله هذه شكحتها يقولوا تتكلف في الغنى يقولوا لي بالعوجه طلعوا كيس لك روح هذا ما بقى هذا ما بقى نزيد نقعد مع الكياسه ويدي يجيب معايا في الهضره على انت شكون انا كياس بخضريه كما كياسه تقعد خانز اسمع
اعطيني واحده نكيس بها نشتري الطرف هذا برك. الله يقلع عليا ما نعطيك كحله. تعطينيش؟ هذه غاليه دي سات ميسك. حتى كاسه ما طارتليش. يا ليام الكحله. هذه قلت لك العوجه كيف تقلب في الغنى هذا. اسمع انا غادي سويسيدي. هاك تحق انت يا هاك تحب تهب الباصور. خليني على ظهري خليني. خليني على ظهري راينا راي هذا. هاي انت خليفة يا هذاك اللي خونا الدراهم. اسمعني اسمعني هاتشو كيسلك ظهرك تشو. حاشاك حاشاك خليني. والله غير كيسلك. الله يقلع عليا ما كيسلك. بدالي برنت ليا. ويادك كان عيد تقول بوراك. خليني حاشاك ما تزيدش ما تزيدش عليا. حاشاك. الريحة كي دايرة الدراهم يفرفلوا الفاميلات. خويا قول لي انت يا حصلوك وداو دراهم كاين اللي داو دراهم ما هضروش ياه. بزاف بزاف. قولهم لي قولهم لي. نحكي لك بس ما تحكيش. الله يقلع عليا ما خبر. كان معايا الجنرال. بالله هيا 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 خويا هذا حمام يقلعوا خشهم خبط لينا كوستي معنا في مدحه. بلع هيا امشي خلاص وقتك تاعك. اقول لي خلصني يا ابن عمي. هذا 40 دولار ما عندوش حبيت يخلصك. ويا ابن عمي خليفه شيخون الكاسات وديتهم. خليفه اديني فوطه اديني اديني فوطه عريني. الجمهور الكريم مرحبا بكم في الحصة تاعكم المشهورة جدا 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 حصة جاك المرسول جاك الهم جاك الزمر جاك الشر جاك عفوا عفوا علاه تجيبوا لي في هذه الحصة هذه علاه؟ أنا نحب الأطفال نحب الحصص تاع الأطفال الصغار نحب البراءة ولكن معليش الحصة هذه اللي تريق لي أمور الناس اليوم جاتنا أسرة أسرة اللي راح نتعرفوا عليها باش يريقلوا المشكل تاعها تتفضل معنا في البلاطو. أمس الخير أوليدي تفضلي. هذه الحصة يا جمهور الكريم جاتنا من المغرب العربي الكبير لأنه بكل بساطة الأب من المغرب الأم من تونس والابن من الجزائر من أسفون بلاد القبائل. بلا فضلك بلا فضلك مرحبا بكم مرحبا بهم الجمهور. هذا الأسرة اليوم تعرفوا على المشكلة اللي عندهم لأنه الابن متزوج بمرأة والأم تاعو رافضتها. الأم تاعو كما راكم تشوفوا فيها مشرارة مسمومة شنو يخرج منها يا لطيف رجلي المشاكل تاع الناس أنا يا لكن معليش راح نتعرف عليهم. قدمي نفسك سيدتي. ايه ومعك الحاجة عباس. حاجة عباس مرحبا بك الحاجة. وهذا البغل هذا شكون اللي معك؟ ايوا هذا هو اللي مكركرني. هذا هو وليدي اللي ما عندوش الزهر اللي جيت على جالو. مرحبا مرحبا قدم نفسك. اسمه لقب. الانسبكتور مارغو. الانسبكتور مارغو زوج البنت عمروها ليروج عمروها. مرحبا بكم اليوم راح نتعرفوا على المشكل تاعهم. سيدتي قدمي المشكل تاعك باش ناش تعرفوا. ايه واش نقول لك يا ولدي واش نخلي خلي هو يهضر. هضر يا بغل. نهضر مرتي نقولها بلي علاش ديري لنا المشاكل. انا نحبك شويه انا نحبك شويه. قولها واش تحب. باسكو انا نحب يما اكثر. يما اللي رفدت لي 24 شهر رضعتنا 10 سنين وليت راجل بسببها. وقلها لأم الحنون وحبك. بلع فمك بلع فمك. شكرا نسمع على الاهتمام تاعك. هاي الكاميرا سي وراي مد وراي الكاميرا وراي وراي الكاميرا. هاي الكاميرا سيدتي. وقولي لزوجة بنتك وش حبيتي تقولي لها. ضربتني يا وليدي وعقرتني بس ما عليش. انا وجهات الملايكة انا جيت نقولها نقولها يا بنيتي ارواحي نحطك في عيني عشان ما تخصك غير نعرفوا وين راكي. بلع فمك. شكرا شكرا بلعي فمك سمعناك. يعيشك. شكرا بلعي فمك. اذا كما قلت لكم مراسل تاعنا راح بالفيلو تاعنا. مازالنا راك ثاني هنا هاني هنا بين الروح بين نص البريه. ماتريالكم قديمه عابس اليوم عابس. ها روح ابي ما نروحش ابي بين نص البريه بين نص البريه. لابروديسيون جيبوا لي ذاك الدلون هذيك تاع فرنسا. اسكت هبلتوني. هذا لابروديسيون تاع الزمر هذه. دبر كوبي كوب شاك بدلوا لي الكرسي. سمحوا لي سمحوا لي راني شارب الشراب فقط. شوفوا معنا هذه الصور. المراسل تاعنا راح عند السيده زوجه تاع المغل وجبنا هذه الصور. شوفوا معنا. انا نقول لهم مازال ما راكش هو يقول لي راه جيبوا لي ديكاتلون. السلام عليكم خي. السلام ورحمه الله. عيط لاختك عيط. شو خي؟ عيط لاختك. علامه. ويسك عندها انفيتاسيون لجاك المرسول. قال عيط لاختك. اختك خي.
علي ما تحوس. عيطنا كريم عيط. واش بينك وبينها؟ عندها رونديفو. عندها رونديفو. دقيقة. أي ركاز رزق من الباب. ما كانش ركاز راه عيب عليك تكون يما. قال غير الكوشمار. أنعم. أنت مدام كريمة؟ هي أنا هي بوش كنتي. وين كنتي؟ وين كنتي؟ وين كنتي؟ بسمعنا ندي بالكف وين كنتي؟ سيدتي الكريمة شكرا كي جيتنا للسطح، احكي لنا المشكل تاعك مع عجوزتك. أنا أخويا نقول لك الصح، أنا ولا غير بغيتها ودرتها كيما ما. ياي بصح ياي واعرة وما يقر ما تقرش بالخير، خطرة درت عدس صامت كرهج فرغته لي على راسي، حرقت لي أنا راسي كامل محروق ووجهي كامل محروق. شكرا بالله فمك، أنت ثاني قبالي ما تسويش. بصح نقول لك الصح، أي واعرة واعرة ما شفتهاش. على كل حال حصة ثانية جاك البهل المرسول. باش ترون جيبين الناس وتصلح امورهم والصلح خير. انا ما نصلحهاش اخويا، عندي ما نصلحك ما تعرفش، هي واعره وتضرب راهي كل الكل. بلعي بلعي فمك، انا نطلب منك بلعي بلعي، انا نطلب منك تفتح الرساله الان. ياي راهي كل كل بالمكلوب. صح الصلح احسن. ما نفتحش اخويا ما نفتحش. افتح الرساله من فضلك. قلت لك ما نفتحش. افتح حي مات الرساله. اي واعره خذ. قلت لك معاك انا هبلتوني. افتح حي مات الرساله. هي تضرب وانت تضرب، حرام عليك. باي راسي محروق. افتح الرساله ولي. ما نفتح نفتح الرساله. افتح الرساله. هيا ادخلوا. هيا روح ويا ادخلوا. ادخل. هاي بلعي هنا. عمي عبدال قل لك هذا لقيتو عند دار هذه شاري لا بريجيدير وكليزينيير وطابونا وقعد لنا. ماشي هنايا بلعوا كل. هيا كنتي كنتي هكذا هكذا. شكرا فرجوا عليا فرجوا عليا امشي. اذا كما شفتوا العائله البهلوله تصلحت والحمد لله، والان نمر للعائله الثانيه في حصه جاك البهلو. جاك شكون جا ورا شكون جا شكون. نمروا للعائلة الثانية، العائلة اللي راح نحول لها مشكل كذلك راح نصلحوا بيناتهم. راه معنا واحد من العائلة عنده مشكل كبير. فين راك يا أخي؟ شكون اللي عرضك للحصة؟ الله يقلع عليا ما ماني عارف. شو ولات أنا قلت بالك واحد البوليسي خطر في الصطاد كان ضربني بصبعة الله بصي نوض هذه. قلت بالك قال لي اسمح لي خويا. وكي نعاونك ما راكش بعيد. على كل حال هو مرأة ولابسة لا روب بلونش. الله يقلع عليا ما عرفتها. خطرة واحدة من لقيتها خارجين من الحمام عندهم فاتحة. قلت لي هاك ودي 120 وخلصني الضو باش ندير دي جوكي. شيتها حبة لك سطا. شكرا ما راكش بعيد. على كل حال هي زوجتك. زوجتك فهمتك ولا ما فهمتش؟ والله ماني عاقل عليها. هاي ليك اخرجي انت اخرجي اخرجي هبلتوني انا اخرجي. هادي هادي دارت فيها الشهر هادي والله ما سمع لك في ديك الدار. مازال كاين لي سبوار. انت حاسني الله يحماه. عبود واه اكناسي لي سوفينير واه في البحر نيشا كنا نتمشوا كنت لابس مايو انا. ونسيتي المغلون والسبادون اللي خلصتهم عليك. اي هبرك انا من القريه قال لي سبادون خلص علي الله تشاو. اذا تاع 40 تقول لها شكرا بلعوا فمكم في زوج. اذا العائله راح تصالح قدامكم. يفتح الستار ولا ما يفتح؟ لا ما كان لا ستار لا والو. ما نحلش ما نهضرش معك اسيدي. من فضلك افتح الستار. والله ما قلت عليا ما الحله. افتح الستار تفتح الستار ولا ما تفتحش؟ تبلوني انا راح تبلوني في الحصه تاع تفتح ولا ما تفتحش؟ لا نحل صار. لا غبلوش قال ما قلعتيهاش حمادك. شكرا ايمان كما راكم تشوفوا العائله صلحت. الاسبوع الجاي ان شاء الله في حصتكم جاك البهلول ولا المزطول ولا صايح اخويا اديها وتربحوا لنا خلاص الحصه. هي حي صافي حبستوا التلفزيون؟ حبسنا اخويا. مشاهد ماشي شوف فينا. اي الله يقلع عليا ما الله ينوض لي بوشوكا ربي راه يشهد عليا والله ما كي خدمك اليهود. شوفي اختي وكان واحد العجوزه هنايا واعره فهمتي خالتي مسطاش دوك يتحمى. يا روحي الحاجه روحي. كان حاجه ولا ورق جاتك؟ واش كاين خير؟ حاجه انا قادر كبار خلينا منك مستشار غادي نخطط سبعه. يا ابا حجره كان وتخبطني انا بسبعه. واه عرفت تيجي تشوف؟ لا خير على روحك. شوف لا الحجه وين الحجه وين قطعتي هذا الخي والحجه. شكرا جزيلا. كانت معكم حصه جاك البالون المرسول او الغول.